أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة بدء استقبال طلبات تسجيل المزارعين البحرينيين الراغبين بالمشاركة في سوق المزارعين البحرينيين بنسخته 12 للموسم 2024-2025، وذلك اعتبارا من اليوم وحد 31 من شهر أكتوبر الجاري. تستعد وزارة شؤون البلديات والزراعة لإطلاق النسخة 12 من سوق المزارعين البحرينيين في نوفمبر المقبل بحديقة البدية النباتية، وذلك بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشركة STC البحرين، من خلال فتح باب التسجيل لطلبات المشاركة من يوم الثلاثاء 15 من شهر أكتوبر وحتى 31 من الشهر الجاري للشركات الزراعية والمشاتل ومحلات التمور والمناحل، إضافة إلى رواد الأعمال والأسر المنتجة ممن يقدمون منتجات تحويلية محلية مرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي. هذا وستتميز هذه النسخة عما سبقتها بحزمة جديدة من البرامج والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث، حيث يعتبر سوق المزارعين البحرينيين منصة هامة للتسويق للمحاصيل والمنتجات البحرينية، وقد تحول إلى محطة جذب للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتمكن من استقطاب الزوار من الدول الشقيقة والصديقة. في كل عام يأتي سوق المزارعين البحرينيين ليؤكد من خلال الأرقام إسهامه الكبير في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتنوعه، لا سيما في نسخته السابقة التي بلغ عدد الحضور الكلي بها ما يفوق 230 ألف زائر أتوا للتمتع بالإنتاج الزراعي المحلي المتنوع.